What's up, y'all? It's your girl BG, and I'm back with another reaction video. Make sure you like, comment, subscribe, hit the notification bell. Please do all of that good shit down below so y'all know when I'm gonna hit y'all with another one. So, anyways, for y'all today, I have more music, and y'all, it's from Iraq. All right, this is my guy Armando. Okay, this was recommended in my comments. It says this is a diss on Mr. Monkey and Bad Liar. Alright, so I have not heard this. I'm very happy that it is 8.5 minutes long because, well, I love me some Armando, and y'all know I love bars. Alright, so if this man is spitting for 8.5 minutes, then I'm definitely here for it. I'm just saying. But anyways, y'all, I'm not gonna hold y'all or myself any longer. Let's just go ahead and see what he's getting into today, y'all. And I have my coffee. الفرق بيننا بان من دون استبيان طرد مشكلتك معي صرت عن نص الشلبة ما قيم رجولتك لأنك ليس بيان حتى هالوصف وسائل السحق فيهم تشبه عايش دور مباراة طارو بالداخل طلع مكسور متابع الجمهور مشتت ومحصور يعرف بعض جمهوره لا عقل لا منطق لذلك مكتئب من جمهوره سائلهم بسطور متعبي شوفوك الويل لا تلام باين حتى وانت صاحي تحلم بيهم دون منام عاملي لك انفصام بعقلك اكدت للكل وللحرام بنحد تكون نغل مدام الحرام هاربين قروبة يقل لي مورفين تدريجيا انسحبوا وقت الجد طلعوا وخايفين كان الغلط بنا ظن انه بقروبك هيروين طلعوا كلهم اغبياء العقل هيرو مستنسخين ما تخجل يعني وانت تكذب عين بعين هذني منين سلاواتك جاية انت اصلا من المطايل خصامي بالسين كلهم عارفين كفاتك خاوي واضح جدا التأثير بحت منقطع النظير من أفكاري هم يتمولوا كل موي كل ما ينطق في نهاية بارت شكله نفذ عند الكارت على أفكاري جو قلبه شفت كيف قدرت أبين إنك أنت مو رجل مو قد نزالي بالفعل جعيرة كانها هالجدل ما في سبل نجاة طول كذبك عليك أصبح حمل وين إثباتك مين الطفل مني احترق منشك دبل فنك كذبت للدولة تطلع تشكك كلمتي غنيت الشاعر ما صرت شاعر وأبكي من خطبتي جايكم اهدم كل ما بنيته من الجذور ليش كل ما تنبعص منه تطلع الذم الجمهور وينك صرت بحضوري عتم مالك هي المار رش نفسك بالاول اطلع من قوقعة راب وان ما شايف لن ما يفقه فن يتكلم عن كذا انجاز ولا كذا لو بقلم بنجازي تطلع نوشة بطلع طن حجم الولاعة والشبر ناقض القول ضارب نفسه من شو اكد ان ماله دا عطول فهمس مرة جدي مرة شاعر كل ساعة معنا مخالف وبالاخر جنبين من يسرق من شمس المعارف بينا ما تخجل يعني وانت تكذب عين بعين هذا منين سلاواتك جاية انت اصلا من المطايل خصامي بالسين كلهم عارفين كفاتك خاوي واضح جدا التأثير بحت منقطع النظير من أفكاري هم يتمولوا كل موي كل ما ينطق في نهاية بارت شكله نفذ عند الكارت على أفكاري جو قلبه Ain't gonna lie. That makes me wanna listen to Vortex. I'm gonna have to react to some Vortex very soon. قلت لك ردك وامن بنشط اسم الظهر كاربين للدار الفشل جد تقتبس من كتب جامعية دليل لفظ قطعي هالمصطلحات حصرا مقتبسهم من قانون العقوبات الجنائية لكي سادس وانت خالص 6 سنين لم فيه تمارس غباك لذب بلاءك ضد يزيد بلوتك بلوى المقرب منك يعرف هالسوالف نط لسانك كان عفنت بهالمرحلة لولا سوريا ودفع الرشوة هم ازيدك هم لو عك ذمة ذكرك هم كل افكارك تقتبسها تطيح بحضرتي صريعة نوت فينش بالرغم من اني ناصب عليك بكلمات ترند وتجايب ثقل من الشريعة مدخل كل شوي اسم ينظر بنا ويخرج حابي يسأل نفسك ايش دخلهم ولوم ذكر الحامورابي الاعتراف والكلمات الركيكة حق مو بنزين انت محترق بسعيرك غباك شوه السين ضل عيد فكرك المستهلك جيب الكامي خلي شهدولك حتى تذكر هذي الذكرى غبي بس كل ذمهم ايد وكلامي يطلع يعيد اسطوري تسبتهم نكرة هذ مو كورس هاي اشياء تعجز تعملها تعني تفاهم انت اللي بديت بذكرهم قلت مسجل كنت وياهم كيف انا مستعين بذكراهم على كذبك خرجوا اذوك ليش مغلس على البنش تذكرتك فيه لما انغلبوك ها تنكر الرشق اعرف هذا البنش ثقيل بس ما تنكر قناة قروبك هذا الشي مستحيل خلص بشاتك فكرك لهالحد نحيف زباين حلاقه وموس وبدسين تذكر سيف يناقض نفسه بنفس اللحن يذكر ناس مو يمنا سعسن انت كاسل لاين ساقط يتهم بالغباء اساسي لو بتشوف حالك يستحسن شوف كيف بنشاتك يندعسن دون تلاسن حتى الجمهور عمل من عدهن مداسن مو مشكلتي اني مستمع يحرق لك اللاينات المشكله انك تتهنى ردك من التعليقات هالبنش مردوده ضدك هالدليل ان ردك سهل لذلك بتشوف جمهوري قبل ردي شبعك كتل شيل ولك من بينا عايش الوهم ويهذي الدس ابتهر جاك كل جوله لفظ اقوى ردي الاقوله لي من الحقائق تجري هزك لساني من بلوى توقع البلوى كلامك الملفق تعرف انه ما يدوم تعرف اللي يجينا طيحه دوم ما يبقى
لكم اللي مقد مكانكم منفذ حدانكم شوف وجودي والوصلك خلك بالساحة ما تسوى رجع للصح ما عنده غير انه يأكد لصحة قولي بالله قوله فاستمر على هالمنوال أكد انه انتقائك للمفردة مو بمكانه ومشوه السين ابتساعتك المليئة كذب أطفال ما لتفق بعمل بس كورس انزل بيه محال ضال كون تدربك رصيدك بالشهرة خال قال شهرك معي من يومك تلوان أجبال محال توصلني مرة مهما تحث بهالمجال دون فهم جانب رجال الألم بعينهم قالي لا ضدي صار صنم أي بطولة اللي خاسرها اترك الوهم معترف بلسانك وقرب بكسام قلته فيكم لهم طول مسيرتي ما خسرت مني يقرب عمانيين مو بشي المضروب انتو اللي خرجتوا منها مضروبين تعقل اللي تقوله افضل تركت بالسنة على التوالي اي قارب كلها من سعوديين لان انجازي مو بس بطولات هادف ودسات البومات بيفات اغاني شهر احصائيات دفتر انجازي ملطخ مبتل بدماغ خصومي هذا الشرف مو تتباهى بدفتر وهم بياضات لا تتفلسف بالنكات نكك في عيوب اطنان نكك لسه بعد الولد عمرك ما راح تصبح مان تسين يعاني عيد ما في شي مختلف لسه محرق بتأثر سبب لعقدة بنش الالف ويداري عن فشل بكلمة جنسية الواعي من الضيم لدرجة صمي يميز فعلا بين قسم وما بين الميل الاجرة بربع كانت ذاك الدصارت ماكو بتأكد مو قلنا بس ثلاث دسات يسمد والباقي يضل يعيد استوديو كنا سجل بيه كل حد ما يملك ثمن مايك حسرا نساعد كل رابر عشان كذا استقبلناه من ملياراتك وفر ثمن عد خلص من هالتشتيت ترحم اهل سكيري يردون ياخذون راحتهم بالبيت يا اخي ولك من بينا عايش الوهم ويهذي الدسات تهرج كل جولة لفل اقوى ردي الاقوله لي من الحقائق تجري اسك لساني من بلوه توقع البلوى كلامك الملفق تعرف انه ما يدوم تعرف اللي يجينا طيحه دوم ما يقوم اللي بقد مكانكم منفذ حدانكم شوف وجودي والوصل لك خلك بالساحه ما تسوى Man, look. Armando. هذا مو كبر ترى ورم انت فيه من كثر الضارب والركن من كل جهة لا تتعالى بينت بنزولك ضدي كم باد صغير فعلا لسه بوي وعارف ما يسيطر معي لحالة أنا البلاء فعلا يلي طحتوا بيه لكن لكم كدم بدم بتشوف وجوه من أبدي الفاشل لما طلبه بتأكد كلامي إنك فاشل وبرجوعك إني كنت مدلك يدي لو المكان مكانك بهذا السين شوف كيف أخذت خاوة خليتكم فيه لاجئين موزن كلامك قبل لا تقوله بلسانك أنا الخل أكثر من هانك أصبح من المنسيين بهذا الجيم نزلت عالسخرت سولو رقم ضعف بنياني شافني بعينه سومو طبقوا لقول أخيرا جولة ساعدوه يقول صغير وهم جو جنب الفشلهم لينقذوه نغازل كل المحاد معبره ولناظر تالي لما يردوا يطفر ويقل لي طافر تياه الضرب لن من كل مكان تشيل أنا الهندك جرعة جرعة من الرمال للتقفيل دي شيل قبل لا تقول ياسين ولا جيم خذ العبرة من دساتي شوف القبلة كيف انهاروا ولك لو مو قد التحدي انت ويالي بتوعدوا للجمهور وتفشلوا لما تتباروا هذه الإهانة منك عاش لا تنسوها الدسات تحتاج إلى فلان نتعلوها ولك لو مو قد التحدي انت ويالي بتوعدوا للجمهور وتفشلوا لما تتباروا تتهمني سارق قولة أما دون دلائل شكل الضاربة وتقفي قفلة مخك ما فيها لوت تسرق من القرآن والدليل حاضر انك مستعين باية توها من بيت العنكبوت جملة تتصارع رجال ناطق قبلها تنزل ضدي ما تتعالج لو للجمع كان انطقت تنزل ضدنا محتار اعطيك دروس بنش ولا لغة قردك ملحة كالموس وبأجود انواع المعنى طبع ردي عطب ولا طول تالي طلع طامع طب ببلع طبعاتي هانة طول جبينك طول ما تطالع اجاني قارع باب الحرج جاب النفس هم بذكر بيف النازي هو بكلام اصلا مقانع سارع بتأليف كذبة او ظل هيك طامس ما تتلزق الرجولة كتلزيق طحمس ماله اثبت كذبة للكل انه مو رجال راح اعطيك فرصة اثبت قولك بالجاي من الاعمال يلا قبل لا تقول ياسين ولا جيم خذ العبرة من دساتي شوف قبلك كيف انهاروا ولك لو مو قد التحدي انت ويالي بتوعدوا للجمهور وتفشلوا لما تتباروا هذه الاهانة منك عاش لا تنسوها الدسة تحتاج الى فلان نتعلوها ولك لو مو قد التحدي انت ويالي بتوعدوا للجمهور وتفشلوا لما تتباروا Now, one thing that I will say is this, and Mr. Monkey and Bad Liar got fucking dragged. they got dragged, like up, down, back and forth, like they got fucking dragged. Like, yo, it's literally been diss track day over here. I wonder if the next song that I'm going to react to is a diss track. I think it might actually be one. I'm not sure. I believe somebody said that it is.
In all honesty, I don't even know if I'm gonna react to that today. I probably should, but y'all, I am tired and I am sick, so I don't know. But we shall see. Anyways, my guy Armando. Y'all. He did not come to play with anybody. Just like Abo El Anwar did not come to play with anybody. And I mean that shit. y'all. Armando, like some other rappers, is definitely in a league of his own. Like, he is literally on his own level. He is his own level. Meaning that I don't give a fuck who you are. You're not gonna touch him. And that's just how it is. There's only a few rappers that I can absolutely say that for. He's one of them. Y'all know Vortex is another one. But I'm just saying, I don't give a fuck who you are. You're not gonna touch him. That's just how it is. And that's it. Like, what more do you want me to say besides, hey, Armando is the shit? I've already told you, Armando is the shit. And I absolutely mean that as well. I'm just saying, y'all. But I do plan on reacting to some more Armando, alright? So y'all please put some songs down in the comments, and I shall get to them very soon, alright? But anyways, y'all, please make sure you like, comment, subscribe, hit the notification bell. Please do all of that good shit down below. And y'all already know, I'ma hit y'all with another one. Alright? Have a blessed day!